طب خلونا نروح على حاجة أنا بحاول أفهمها. إيه هي بقى؟ اسمها منظومة قراءة أفلام الأشعة عن بعد، يعني نقرأ الأشعة من بعيد. إزاي؟ أنا من الناس اللي كان مثلا لو بنعمل أشعة بتاع مثلا مرة زمان رجلي اتكسرت وبتاع، فبعمل أشعة واخد الأشعة واروح للدكتور والدكتور يبص عليها وبعدين يقول والله ده احنا كسر في المنطقة الفلانية فبقى هنجبس إلى آخره. طيب المنظومة دي اللي أنا لسه هحاول أفهمها بدأ تطبيقها بالفعل في 34 مستشفى في 15 محافظة. معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا 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 يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف، تحياتي. مساء النور، إزاي الصحة؟ يعني إيه بقى، معلش أعذر يعني جهلي في إنه أفهم، يعني إيه نقرأ أفلام الأشعة عن بعد؟ يعني في ضوء تحول الدولة المصرية إلى دولة رقمية، جزء من الرقمنة هو الرقمنة في المجال الصحي. حلو. النهاردة الأشعة بيتم عملها من خلال جهاز الأشعة، سواء كان رنين مغناطيسي، جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة عادية، ومن على نفس الجهاز بيتم إرسال الصور إلى غرفة مركزية موجودة في الإدارة المركزية للأشعة في شارع القصر العيني، والغرفة دي شغال فيها استشاريين الأشعة على مدار الـ 24 ساعة، بيشوفوا قدامهم لو أنا عملت الأشعة في محافظة الإسكندرية مثلا أو في الدقهلية، أنا كمريض الجهاز لقط لي الصورة، الصورة دي بتظهر في الغرفة المركزية في الإدارة العامة للأشعة، وبيقدر الاستشاري يقرأ الأشعة ويكتب التقرير وبيتم إرسال التقرير للمستشفى أو للطبيب خلال فترة لا تزيد عن ربع ساعة أو تلت ساعة. طيب أنا كمواطن هستفيد إيه من ده لو أنا مثلا موجود في اسكندرية وأعمل الأشعة في مستشفى هناك وبعدين تتراجع في القاهرة وبعدين ترجع تاني على اسكندرية، فأنا كده استفدت إيه بقى؟ خليني اقربها لك قبل ما اقول تستفيد ايه، خليني اقول ان انت مواطن موجود في العريش. حلو. في الوادي الجديد. مش دايما بيبقى عندي الاستشاريين موجودين في كل المستشفيات في المحافظات الحدوديه او المحافظات النائيه، شلاتين المركز، مستشفى شلاتين المركزي مثلا، انت مش دايما بيبقى عندك استشاري متخصص حاصل على شهادات عليا زي الدكتوراه في المستشفى في شلاتين في كل الوقت. مش بالضروره يكون هناك استشاري اشعه مقيم في المستشفى، مش وارد انه يكون مش حاصل. لكن هذا الاستشاري هو موجود في القاهره، يقدر يبقى انت كانك عرضت الاشعه وانت قاعد في مستشفى شلاتين. صح. المركزي على الاستشاري اللي موجود في القاهره وشافها واداك تقرير طبي موثق. حلو. للاشعه اللي حضرتك عملتها، فيبقى كده انا وفرت على نفسي كمريض الوقت والمجهود والمشوره والانتقالات طبعا، وتكلفه الانتقالات وتكلفه الوقت والمده الزمنيه اللي انت محتاجها عشان تجهز للسفر وتسافر. صحيح. يعني حتى لو افترضنا انه مش انا اللي هعمل ده والمستشفى مثلا ترد عليا تقولي طب بس بعد يومين علشان هنبعتها بالعربيه للقاهره او هبعتها اسماعيليه او هبعتها بورسعيد، ده لو احنا مثلا بنتكلم على حاله ما ممكن تبقى في حته بعيد، فلا مفيش الكلام ده. الجهاز نفسه اللي انا عملت عليه الاشعه هو اللي بيبعت للغرفه المركزيه في القاهره وبترد عليه في مده متوسطها 15 دقيقة، صح؟ 15 دقيقة بالظبط. طيب احنا حضرتك قلت لي او يعني اللي احنا عرفناه انها في 15 محافظة. ده 15 محافظة دي المرحلة الأولى. حلو قوي. المرحلة الثانية هنكمل ال 27 محافظة وهنكمل كل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان. كلها دكتور؟ كلها اللي هي مش في العواصم، يعني اللي أنا ما عنديش فيها الاستشاري المقيم اللي ممكن يقيم ويكتب التقرير بتاعه. بالظبط كده. طب ده شيء رائع جدا، جبت لكم الفكره دي ازاي؟ ده زي ما بقول لحضرتك كده، النهارده العالم بيتطور والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي واستخدام الميكنه والرقمنه في مجال الصحه العامه
قبل الكورونا كانت استراتيجيه عند الدول، بعد جائحه كورونا بقى حتميه. وبالتالي هذه هي التطور منظومه الصحه في مصر التي يرعاها والحقيقه يدعمها بكل قوه السيد الرئيس، وبتقوم عليها وزاره الصحه والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان. وعلى ذكر انا بس عايز اقول حاجه معلومه كده يمكن محدش كتير من الناس يعرفها. احنا قبل 2014 كان عدد اجهزه الرنين المغناطيسي في القطاع الحكومي في مصر 57 جهاز. ده الفتره بقى من ساعه ما بدا الرنين المغناطيسي لحد 2014. بعد 2014 وبعد ما السيد الرئيس وجه بانشاء الهيئه المصريه للشراء الموحد اللي بتقوم بشراء الاجهزه والمستلزمات الطبيه لمصر كلها وبالخصوص القطاع الحكومي او المستشفيات المملوكه للدوله، من 14 ل 22 احنا بنتكلم في 8 سنين تقريبا، جبنا 83 جهاز زياده. يعني وكانك انت زودت مره ونص عدد اجهزه الرنين المغناطيسي في مصر في من 2014 لحد 2022. سؤال بقى، هو احنا من ساعة ما بدأنا يبقى في حاجة اسمها رنين مغناطيسي لحد 2014 دول كانوا كام سنة؟ يعني من سنة كام؟ يعني الرنين المغناطيسي بدأ في أواخر التسعينات. يعني من 95 ل 2014 أنا عندي 50 جهاز. بالظبط. لكن من 14 ل 22 بقى عندي 83 زياده. جبت 83 زياده، يعني بقى عندي 140 جهاز، يعني جبت ضاعفت مره ونص عدد الاجهزه المغناطيسيه. طب الشيء بالشيء يذكر يا دكتور حسام، معلش هتقل عليك. احنا بما ان احنا فتحنا باب الاشعه برضه عايز اقول لك معلومات على الـ 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 الاجهزه، انه في الفتره دي في وزاره الصحه بس بقى عندنا 200 جهاز اشعه مقطعيه. وجاري التعاقد على 150 جهاز اشعه مقطعيه. ايه ده؟ يعني احنا النهارده بنتكلم على حجم انفاق ومضاعفه الامكانات في الدوله المصريه في مجال الصحه، يمكن الناس مش شايفاه بشكل مباشر، يعني يمكن لا يراه الا المريض اللي بيروح المستشفى اللي بيتعرض لهذا الامر فيها. طبعا. طب ما هو عشان كده انا هسال بقى سؤال بعد اذن حضرتك، علشان في حد كان بيتكلم معايا يعني على مساله والقطاع الصحي والناس الغلابه وما بيتعالجوش وحدوته كده، وانا اصلا كل يوم ببقى بكلم حضرتك على حاله من الحالات يعني. طيب لكن هسال سؤال، احنا من ساعه ما بقى في عندنا حاجه اسمها المبادره الرئاسيه للقضاء على قوائم الانتظار، عملنا كم عمليه ومتوسط او يعني اجمالي العمليات كانت بكام؟ عملنا ما يقرب من 1,350,000 تقريبا. واحنا بنتكلم ده في فتره من 2018 4 سنين. 1,350,000 عمليه. في 12 مليار جنيه تقريبا. برضو عايز اقول لك احنا انا 12 مليار على المبادره دي بس في 4 سنين. في 4 سنين مبادره السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار. عايز اقول لك برضه انا ليه عايز اتكلم في حجم، لانه كثير ما كنا نسمع اصل المنظومه الصحيه تنقصها الامكانات. عايز اقول لك انه خلال برضه الفتره دي في عندنا اكثر من 1,900 جهاز موجات صوتيه في وزاره الصحه فقط. 675 جهاز اشعه عاديه منذ تولي السيد الرئيس حتى هذه اللحظه. ده حاجات كده ما بنتكلمش عنها كتير، لكن عايز اقول لك قد ايه الدوله المصريه بتوجيه مباشر السيد الرئيس بتنفق على مجال الصحه، وقد ايه احنا بنضاعف، مش بنضاعف، احيانا بنضرب في 3 و4 مرات حجم ما كان موجودا قبل
هذه الفترة. ويقول لك مش واخدين بالكم من الصحة، الدولة لا تراعي صحة المصريين. يكاد قلبي ينفطر. والحقيقة انه لولا ان احنا يعني حضرتك بتتكلم على 15 محافظة والمستشفيات، ولولا ان احنا عندنا أجهزة حديثة في ال 15 محافظة والمستشفيات دي هننقل الصور إلى الغرفة المركزية. ده برضه بس الناس يمكن ما بتاخدش بالها، ما هو مش الأجهزة القديمة الغير رقميه ما كانش ينفع تنقل طبعا، فده معناه ان انا عندي في ال 15 محافظه اجهزه حديثه تستطيع ان تنقل بشكل مميكن ورقمي الى الغرفه المركزيه. دي اجهزه شديده التطور. انا بشكرك جدا يا دكتور حسام، معلش اثقلت عليك وطولت عليك حبتين، وبيني وبينك كده يعني بالكلمتين اللي حضرتك قلتهم دول خد بالك علشان الشائعات بتاعت الكام يوم اللي جايين هتبقى على الصح. يعني طالما قلنا كده ثق وتاكد انه الشائعات بتاعت الكام يوم اللي جايين صحة، ما يعني هو هيفوتوها برضو عيال وضيعة. طيب خلونا الاول نشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.